بلاش السؤال ده عشان انا ايه الشتيمه كلها اللي بتجيلي على ردي على السؤال ده. من ساعه ما قلت ان عبد الله ملوش بديل واتمسكت خلاص بقى هو ده اللي قال عبد الله ملوش بديل. في لعيبه كتير جدا بتلعب في المكان ده ولعيبه عندها امكانيات كبيره بس ما بيطلعوش كل امكانياتهم. عندك صلاح جمعه لعيب مهم جدا بس كل واحد هتقول لو حط لو وحط بين قوسين كلام كتير. ناصر ماهر لعيب مهم جدا ومباشر جدا حط لو. احمد حمدي من العناصر المهمه جدا ولو اهتمت بنفسها هيبقى عنصر مؤثر في الاهلي وفي المنتخب حط لو. كل واحد هتحط له لو فده مأثر عليهم ده اللي مخليهم بعاد عن عبد الله. يعني دلوقتي غياب عبد الله انا شايف ان لحد دلوقتي مفيش حد بيلعب في الحته دي. يمكن اللي ممكن ادى فيها وادى فيها بشكل كويس جدا وليد سليمان مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا.